كتير مننا في العصر ده بيشتكي من أعراض كتير، يعني مش قادرة أمشي، تعبانة، مش قادرة أطلع السلم، بنهج كتير، في ضربات قلبي سريعة، المجهود، في كسل، في خمول. ببدأ أفكر أعمل إيه، أتصرف إزاي، طب أنا عندي إيه؟ فببدأ ألجأ لدكاترة وبعمل تحاليل، تشيك أب، أشعات. أنا ما عنديش حاجة، أنا كويسة، أمال أنا فيا إيه؟ لا لا لا، استني هنا، استني يا عزيزتي ولا يا عزيزي، إحنا هنا عندي نقطة عايزة أوصلها لك. إحنا عندنا حاجة اسمها مرض العصر، السمنة المفرطة. إيه هي السمنة المفرطة؟ هي التراكم الغير طبيعي ومفرط جدا للدهون، وده بيسبب خطر كبير جدا بيأثر على الصحة الجسدية والعقلية. طب إيه حلوله؟ ايه الدوافع اللي وصلتني ان انا تبقى عندي سمنة مفرطة؟ هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ هل الطبيب او هل الدكتور هيحللي المشكلة دي؟ طب هل الاخصائي هيحلها لي؟ طب ايه الدنيا؟ طب انا في علاج؟ مش عارفة افكر، مش عارفة اعمل ايه. فببدأ ألجأ لمشاكل نفسية، والموضوع بيكبر من حاجة صغيرة لمشكلة كبيرة. طب كل ده مين اللي هيوضحه لنا؟ هتوضحه لنا استاذة مروة صالح، اخصائية تغذية علاجية. بس تعالوا نرحب بيها. ازيك يا استاذه مروه؟ صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله. ازيك يا اخبار دكتور؟ الطريق معاكي ايه؟ لا، الطريق كان صعب جدا، ساعتين الا ربع في الطريق، مش عارفه يعني ده اقل واجب. معلش معلش. الحمد لله، انت تمام شرفتينا يا محمد. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ تمام، ازيك يا تمام عامله ايه؟ الحمد لله. تمام. احنا النهارده الفقره بتاعتنا صحه عامه. طبعا احنا دايما بنبتدي بالصحه العامه في البدايه، والفقره الفنيه بتبقى التانية، ولكن بقى حصل تبديل علشان الطريق. فاحنا سعداء بيكي جدا يا استاذه مروه، ويشرفنا طبعا ان احنا نتناقش معاكي في موضوع السمنه المفرطه. ايه هي السمنه المفرطه من وجهه نظر حضرتك؟ السمنة المفرطة هو تراكم للدهون في كل الأماكن في الجسم، بطريقة خاصة في منطقة الأرداف والبطن. السمنة هي مرض العصر. لو احنا قلنا أكبر نسبة وفيات حصلت على مستوى العالم كانت نتيجة حوادث للطرق وحوادث عامة، يعني دلوقتي أصبحت هي مرض العصر بالفعل. أصبح طريقة اللايف ستايل اللي احنا عايشينها في حياتنا غلط نتيجة السرعة، نتيجة ما بقاش عندنا وقت، الحياة اللي كلها متلخبطة، فأدت إلى حياة صحية مش أحسن حاجة. طيب المفروض إن إحنا نتجه إلى حياة صحية أفضل حاجة، أو إن إحنا نبقى نحو حياة صحة أو نحو صحة أفضل. وأعتقد إن كل مجهودات الدولة دلوقتي بقت بتقوم على ده، يعني دلوقتي أعتقد إن كل أجهزة الدولة بتسعى الى هذا يعني. فطبعا احنا مطلوب منا ان احنا تبقى حياتنا الصحيه صح، اسلوب اللايف ستايل بتاعنا صح، هيؤدي الى طريقه اكلنا صح، حياتنا هتبقى كلها صح. يعني خلينا نقول مبادره اسمها اسلوب حياه نعيشها في كل جوانب، في كل جوانب الحياه. وزي ما حضرتك بتقولي، احنا مثلا لما انزل الصبح اروح شغلي، ارجع اخد ولادي عشان اوديهم التمرين، الاقي نفسي وقت كبير قوي في الشارع، فانا مضطره اكل اي حاجه عشان دي حقيقه مش لاقيه وقت. حد تقولي لي مثلا مين فينا بيصحى الصبح مثلا بيلعب شويه رياضه او ما بيحط رجليه على الارض؟ نادر جدا، نادر جدا ما بيعمل كده. مين فينا الصبح بيسعى ان هو يفطر قبل ما ينزل؟ محدش، نادر، ما تعودناش. قلما الاقي الناس بتفطر على الساعه 12 الظهر، ما تعودناش. او لو في حد يا استاذه مروه هيفطر، بيفطر حاجات مش المفروض ان انا ماشي عليها كروتين صحي غذائي ان انا امشي عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى طريقه الاكل غلط، يعني حتى لو احنا المفروض ان اكتر الوجبات نهتم بيها هي الفطار والغداء. بالظبط. ليه؟ لان انت جسمك في ساعات النهار معدل حرقه بيبقى اعلى، طيب. بيبقى في كافه نشاطه، في كافه حيويته، بتعملي مجهود كبير جدا، فبالتالي الحرق بيبقى عالي جدا. ما بيبقاش فيه اي اضرار من انك تاكلي اكل صحي يديكي طاقه، يديكي حيويه، ويخليكي تمارسي حياتك العمليه بطريقه صح. مين فينا بعد ما بيرجع من الشغل بيبقى موضب اكله، هياكل، هيرتاح شويه، هينزل يشوف شغله تاني، او هينزل يروح التدريبات مع اولاده؟ مين فينا بيعمل كده؟ اصبحت حياتنا ملخبطه، محتاجه ان احنا نهتم بيها شويه. زي ما بقول لحضرتك يا دكتور ندى، اسلوب حياه، اسلوب حياه محتاجين فيه ناكل صح، نعيش صح، نستمتع بكل جوانب الحياه بطريقه صحيه جدا. وعلى فكره لو جينا شفنا نهضه اي مجتمع، يعني لو هنتكلم عن المجتمع الغربي او المجتمع الاوروبي، لو جينا شفناه اللايف ستايل عندهم غيرنا خالص. ليه بقى؟ ليه هم اكثر حيويه وليه هم اكثر نشاطا؟ ليه؟ مهتمين بالرياضه، بالنظام الغذائي، الدنيا مش حاجه، عارفين ينظموا حياتهم بالزبط. صح. اي مجتمع فيه نهضه
بيقاس بحاجتين، صحته وتعليمه. طالما هو الصحة كويسة فبالتالي الكفاءة الإنتاجية أعلى، فبالتالي مش هفي أزمات اقتصادية ولا هيبقى في أي حاجة. هو احنا لو نظمنا بس وقتنا شوية، يعني بدل معادي 7 لو صحيت 6 عشان ألعب نص ساعة رياضة أو ربع ساعة رياضة، ونص ساعة تانية أفطر فيها، هلاقي وقت إن أنا أنزل 7 فعلا. لكن احنا مش بنعمل بس كده. رياضة أحيانا بصحى مرة مرتين، التالتة بكسل. ما انا بقول لك عشان كده هي محتاجه خلاص. شويه نظام يعني. بصي يا لو اخذنا على كده خلاص والله، هو لو حتى من 5 لـ7 دقائق رياضه مش مطلوب اكتر من كده، لان احنا لسرعه الحياه اللي احنا فيها واصبحت متطلبات العصر احنا كلنا بنجري عليها. فلو حتى 7 دقائق بس، مجرد انك انت تصحي من النوم تغسلي وشك وتعملي شويه رياضه، الرياضه العاديه اللي الولاد بياخدوها في حصه الالعاب بالظبط قبل ما يبداوا طابور الصباح. ما هو الكسل ف... يعني احنا لو قلنا مش شرط كمان رياضه يا استاذه مروه، ممكن انزل امشي نص ساعه. طبعا الرياضه المشي بالذات من اهم واحلى الرياضات، لانه بيحرك كل اعضاء الجسم بالظبط. بس مش المشي اللي هو المشي بهروله، يعني المشي اللي هو بطريقه انك انت بتمشي على طول، مش هتقفي تبصي مثلا على المحل الفلاني او هتكلمي حد، لا بتمشي على طول دايركت. صح. فده بيديكي طبعا. طيب انا عندي سؤال لحضرتك، هل الاسباب المؤديه لزياده الوزن والسمنه اللي هو خلل واضطرابات هرمونيه مثل انخفاض الغده الدرقيه او الغده النخاميه او انخفاض الهرمونات الذكوريه والانوثيه، هل ده بيأثر؟ تكون، ولكن مش ليست هيك، مش هي السبب الرئيسي. عاده لما في ناس بتقول لك انا بخس بس مش بلاقي نتيجه، وباخد حاجات تخسس بس مش بلاقي حاجه كده، بنرجع نقول لها اعملي على طول تحليل غده، لان الغده بيبقى فيها خلل. قد تكون الغده نشطه جدا او قد تكون الغده مش نشطه، يعني فيها خمول، فده بيخلي معدل الحرق مش قد حاجه، مش احسن حاجه، فبيضطر ان احنا نستخدم حاجه اسمها المكمل الغذائي. وخليني اقول لك ان المكملات الغذائيه انواع كتير ومختلفه وبتختلف حسب الحاله الصحيه اللي انت فيها. ما ينفعش انك انت تاخدي اي، يعني في مكملات علاجيه وفي مكملات وقائيه، اي حد ممكن ياخدها كنوع من انواع الحمايه والوقايه. في مكملات داخل فيها نسبه شويه كيميكلز، وفي مكملات 100% ناتشرال. فاحنا مش دايما، ولكن المكمل هو بيخش بيعالج، بيرجع العضو يشتغل زي ما كان، زي ما ربنا خلقه سبحانه وتعالى. دي فكره المكملات بصفه عامه. في حاجه كده خطرت في بالي دلوقتي، مش عارفه حضرتك يعني ان شاء الله هتفيديني فيها. زمان لما كان بيبقى اي حد عنده مرض السكر بنلاقيه تخين، فاحنا بنقول ايه ده عنده السكر، المفروض ان السكر بيأثر عليه فبيكون خاسس وتعبان، ازاي هو تخين؟ الاكل مش صح. يعني ممكن عنده السكر وتخين في نفس الوقت؟ ده غالبا ده هو ده الوقت اللي موجود. وبيجيله غيبوبه، بيبقى حالته الصحيه في اسوأ مما تخبي، معدلات السكر بتبقى مرتفعه جدا جدا، السمنه المفروض عنده زياده بقى. ولكن هو عفوا، انا عايزه اقول لك ان مريض السكر، احنا دايما بنقول انت جالك سكر فبيخاف او المريض بيخاف، لكن هو لو تعامل مع مرض بطريقه هيلسي جدا مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الخوف. عادي جدا. بالعكس، انا عايزه اقول لك ان مريض الضغط اللي عنده ضغط قد يكون اخطر من مريض السكر، من ناحيه ان الضغط عشان القلب طبعا. يعني بيسموه القاتل الصامت. الضغط بيسموه كده، المرض القاتل الصامت. ولكن بتحسي بصداع كتير، فالضغط بيرتفع، ممكن لا قدر الله تكون في جلطه وانت مش واخده بالك. الصداع يا دكتور ندى مش شرط يكون ضغط عالي ومش شرط يكون ضغط منخفض. بالظبط. الصداع ليه حاجات كتير، اسبابه كتير، ولكن خليني اقول لك ان بصفه عامه ان السكر، تنظيم وجبات الطعام بتاعه مريض السكر عليها عامل كبير جدا في ان يبقى معدل السكر مظبوط في الجسم. كمان معدل الحرق يبقى عادي. ما ناكلش نشويات كتير. وما ناكلش سكريات كتير. يعني انا احط ايه معاه في الوجبات؟ المفروض يبقى وجباته تبقى منظمه على جرعات وفترات. الحاجه الثانيه بنوازن بين الكربوهيدرات وبنوازن بين السكريات وبنوازن بين البروتينات والنشويات. يعني معلش انا بعتذر جدا يا استاذه مروه، الكربوهيدرات عباره عن ايه والنشويات عباره عن ايه؟ الكربوهيدرات اللي هي خاصه بالقمح، الحاجات اللي فيها قمح، الخبز. النشويات خاصه بالارز والسكر يعني بصي تقسيم الغذاء ليه تقسيمات كتيرة يا دكتور ندى. تمام. ولكن خليني أقول لك إن إحنا لما نيجي ننظم وجبة، خلينا نحط الصبح مثلا حاجة تخص البروتين زي البيض البلدي مع مثلا خبز. تمام. أو فول مع خبز، أو جبنة قريش مع خبز، يبقى إحنا وزننا بين نشويات وكربوهيدرات وبروتين. أيوة. في نفس الوقت، وخد بالك بروتين طبيعي، جبنة القريش فيها كالسيوم عالي جدا. مفيدة للأسنان وللصحة العامة. تمام. البيض نفس الشيء. الفول بروتين نباتي، فهماني؟
فكل الحاجات دي ممكن نوازن ما بينها. معلش دكتور ندى، في حاجة برضو ندى. لا انت النهارده بتحبيني جدا. في حاجة كده شائعة بين المرضى السكر وخصوصا الكبار شوية في السن، يعني يمكن الصغيرين شوية عندهم توعية أكتر، إن مثلا لو المريض بياخد أنسولين أو بياخد كذا نوع علاج، مثلا نوعين مثلا من الأقراص، يقول أنا آكل كتير الأنسولين هيدخل يحرق الأكل اللي أنا باكله، أو إن أنا آكل عشان ما يدخلنيش في، أحسن لما أكلش كويس وأدخل الأنسولين يجي لي غيبوبة أو السكر يهبط مني قوي. المقولة دي خليني أقول لك أستاذة هدى، أولا فيما يخص مرض السكر، مرض السكر أي حد مريض سكر لازم يكون متابع مع دكتور ومتابع مع دكتور شاطر، يعني ينظم له الوجبات وينظم له الأكل. لازم كمان يبقى متابع جرعات الأنسولين بتاعته. السكر في سكر من الدرجة الأولى، سكر من الدرجة، أنا مش متخصصة فيه للعلم بالشيء بالزبط. ولكن أنا على قدر معلوماتي الصغيرة، على قدر دراستي في الكورسات اللي كنت باخدها اللي هي كورسات التغذية، فهو لازم يبقى ماشي مع طبيب شاطر، لازم ينظم له جرعات الأنسولين. ما ينفعش ان احنا ناكل اي حاجه وندخل نقول الانسولين هيحرق. بالظبط. لا، ده فكر خاطئ على فكره. او اكل سكريات عشان هيحصل لي هبوط، ده فكر خاطئ. ده فكر برضه هيعلي السكر. اولا السكر بيبقى المريض بتاعه حالته الصحيه، نسبه السكر مستواه قد ايه في الدم. الحاجه الثانيه كمان، هو سنه قد ايه، كفاءه الاعضاء الحيويه بتاعته قد ايه، هل هو عنده سكر من الدرجه الاولى، هل خلايا بيتا بتاعت البنكرياس بتفرز ولا لا. حاجات كتيره جدا. وخدي بالك هو السكر مرض شائع وخاصه بين الاطفال، يعني اصبح بيجي الاطفال بقى كتير قوي اطفال، فهو لازم يبقى فيه تنظيم ليه جدا جدا، وتنظيم في وجبات الاكل. انا قلت لحضرتك اولا مريض السكر كل ما في الامر هو محتاج تنظيم لوجبات اكله، ويمشي مع دكتور ينظم له جرعات الدواء بتاعته. مش اكتر. طيب هل العوامل الوراثيه ليها سبب في زياده السمنه المفرطه؟ قد تكون من الاجداد ولا من الاباء؟ والله حسب يعني، لكن هي السمنه المفرطه قد تكون ليها سبب، ولكن برضو مع التنظيم ومع استخدام حاجات بتساعد على الحرق او بتمشيكي شويه، فده بيخليكي منتظمه في حياتك. مبدئيا دكتور ندى، المفروض ان احنا مثلا فطارنا ما يتخطاش الساعه 10 صباحا، مفروض بكتير 10 10 ونص صباح، ما حدش بيعمل كده. المفروض وجبات الغداء في فتره من الساعه مثلا 1 الظهر لحد الساعه 4 العصر بكتير. برضو المفروض كمان العشاء ما ناكلش بعد الساعة 7 بالليل و8 بالليل. وحتى لو كانت تبقى حاجات كلها تخص الألياف الصناعية، فاكهة، تفاح، كمثرى، جوافة، الحاجات اللي هي فيها نسبة ألياف وتديكي سكريات طبيعية في وقت نفسه، ما تخليكيش يعني تشبعك، تديكي إحساس بالشبع. فبالتالي ما يبقاش عندك أكل، ما يبقاش عندك نعم على الأكل. فاهماني؟ فده المفروض إن احنا نعمله. احنا تقريبا بنبدا ناكل الساعه بعد الساعه 7. دي حقيقه، وده هو انا قلت على حسب نظام شغلنا. اللايف ستايل بتاعنا او اسلوب حياتنا مش صح، ما حدش فينا لا بيهتم. اقول لك على حاجه، ابسط حاجه، انا يعني ولادي في الاول هم صغيرين كنت بتحكم ان انا احاول انا افطرهم او اديهم كوبايه اللبن الصبح، حاليا ما بعرفش. اصبحت ما بقاش في، اولا انا ما بقاش عندي وقت حاليا، وهم كمان مش بيسمعوا الكلام، ولكن على قدر المستطاع احنا بنجاهد معاهم وبنجاهد مع نفسنا. عشان كده انا بقول لحضرتك اسلوب الحياه اللي احنا ماشيين بيه لازم يتغير، يعني لازم يبقى افطارنا في حدود الساعه 10، غدانا في حدود الساعه 4، عشان يبقى اخره الساعه 8 بالليل. بعد كده نبدا نشرب كميات كافيه جدا من الميه، ما حدش فينا، احنا داخلين على الشتاء يا جماعه وبننسى الميه خالص، ما حدش فينا بيشرب كميات كافيه من الميه. والميه بتتشرب مش مره واحده، بتشرب شويه 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 شويه، ومحدش يقول لي ان الميه كتير هتخليني ادخل الحمام كتير. غلط على فكره، غلط تفكيري على فكره. لا لا، بالعكس، الميه بتخلي الجسم، انا ما بعمل اي حاله بتاعه تخسيس مثلا او حد عايز يخس، لما بتابع معاها البودي بتاعه بتشوفيه في البدايه بالظبط، بشوف الطول والوزن والميه والكتله، وببدا الاماكن ببدا اخرج الميه من الجسم وادخل، عارفه يعني، يبقى اخليه يشرب ميه كافيه. حتى الميه بتبقى مفيده للبشره، يعني حتى لو طبعا ده لو للبشره بس كده، لازم ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، فاعتقد ان الميه يعني شيء يعني المفروض ان احنا كلنا نواظب عليه. مش بس كده، كمان لازم نشرب قدر كافي من الميه خلال اليوم، احنا بقى بننساها خالص. المفروض نشرب قد ايه بقى في الميه؟ المفروض حوالي يعني في اليوم مش اقل من 4 ل 8 لتر في اليوم. بس احنا ما بنعملش كده، خاصه احنا داخلين على شتاء فبننساها اصلا. نبدلها بقى بالسوائل، سوائل سخنه. والله ده ملوش علاقه، شرب الميه ملوش علاقه بشرب السوائل.
دي حاجه ودي حاجه. السوائل عشان يعني تفضل جسمك محتفظ بالميه اللي فيه، وعشان لو انت مثلا في سوائل بتحافظ على البرد، بتقيق من البرد شويه زي اليانسون، بتقوي جهاز المناعه. في سوائل خاصه بالبشره، في يعني عارفه الدنيا بتبقى مختلفه. في سوائل خاصه بالحفاظ على القلب، يعني زي القهوه، القهوه فيها مضادات اكسده عاليه، فبالتالي بتحمي من امراض القلب. احنا نيجي في الاخر بنقول لك ايه الحل. بصي هكدب عليكي لو قلت لك ان الحل هيعتمد على منتج تخسيس في حد ذاته. طيب لا. احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع استاذه مروه سولا. ورجعنا لكم ونكمل مع استاذه مروه سولا، اخصائيه تغذيه علاجيه، وبنتكلم في السمنه المفرطه. ودلوقتي جه وقت ايه الحل. احنا اتكلمنا في مفاتيح التغذيه، واتكلمنا ايه الاسباب اللي ادت للسمنه المفرطه. الحل فين يا استاذه مروه؟ بصي هبقى مش هبقى اكون بقول كلام صحيح لو قلت اعتمدت على منتج معين بعينه، او انه قلت ان في حاجه هتخسس. مبدئيا مفيش حاجه اسمها منتج بيخسس. تمام. في حاجه بتساعد مع نظام غذائي. بالظبط. احنا نمشي عليه. بالظبط. ولكن انا زي ما قلت لحضرتك يا دكتور، انا باخد الحاله، بشوف طول ووزن وانبادي ليها، بشوف الكتله، نسبه الميه في الجسم. لو لا قدر الله جت وقالت لي اصل انا ما بخسش واستخدمت حاجات كتير، اول حاجه بعملها بنعمل تحليل غده وفيتامين دي. بعد كده ببدا اقول لها مثلا، لكن خليني اقول لك ان في منتج انا عن نفسي يعني مش هقول عشان انا بستخدم البرودكت ده، ولكن هو حقيقي انا بعتبره هو البيبي بتاعي، يعني هو انا معتبراه زي ولادي بصراحه. الجرين بيرن. تمام. طيب الجرين بيرن هو عده اصدارات. ومعاه حاجه اسمها اللوشي. تمام. طيب لو هاخد بالكورس التغذيه كله على بعضه، او كورس اللي بيساعد على الحرق، هبدا باللوشي قبل الاكل. هو عباره عن ساشت بحطه على حوالي كوبايه ميه، 250 مللي تقريبا. تمام. باخده بقلبه وبشربه على طول، ما بسيبوش لانه لو سبته هينفش. هو ايه اصلا اللوشي؟ اللوشي عباره عن قشور سيليوم اوروبي وقشور برتقال. السيليوم ده عامل زي الشعير كده. السيليوم ماده طبيعيه جدا، ما بتساعدش، ما بتخسس، ولكن بتملى البطن، بتدي احساس بالشبع. قبل الاكل بقد ايه؟ قبل الاكل بنص ساعه. باخد الساشت على كوبايه ميه، يعني 250 مللي. يعني نقدر نقول عامله زي الشوفان بيملى البطن؟ عامل زي الشوفان بالظبط، عارفه الشعير، عارفه البليله؟ عامل زي الشعير بتاع البليله بالظبط. فباخده، وبعدها بربع ساعه بعد ما باخد الساشت باخد كوبايه ميه وراه كبيره. وتبقوا جربوا. تمام. لو عارف تاكله يعني. ده قبل الاكل. ده قبل الاكل. اللوشي بيعمل ايه؟ بيخفض معدل اكلك. يعني لو انت مثلا بتاكلي مثلا نقول 5 معالق رز، هيخفض الخمسه دول يخليهم 3 أو 2. واو. مش هيخليكي تاكلي المعدل. فبالتالي اللوشي مش بيدخل لك دهون خارجيه، ولكن هو بيساعد على انك انت تخلصي من الدهون الاساسيه اللي عندك، بيحاول ان هو يمشي معاها يعني، فاهم؟ بيحول مجرى الدهون وبيغير مسارها. تمام. تمام. طيب اللوشي كمان بيريح الجهاز الهضمي جدا. في ناس تقول لك ان السيليوم بيسبب امساك. لا، السيليوم اللي فيه عشان تركيزه بنفس درجه معينه ما بيسببش لا امساك ولا اسهال. طب ايه الجرين بيرن؟ بيريح بيخفض نسبه الكوليسترول كمان. تمام. طيب ده اللوشي. الجرين طعم صح؟ هو احنا حاطين له قشور برتقال عشان يبقى دي طعم، لان السيليوم لوحده طعمه مش احلى حاجه يعني. تمام. ماشي. نيجي نشوف الجرين بيرن. الجرين بيرن بنبدا ناخده بعد الوجبات الرئيسيه بربع ساعه. احيانا بدي 2 ساشت، واحيانا بيبقوا 3 حسب الحاله وحسب الوزن اللي قدامي. تمام. الجرين بيرن دوت عباره عن ايه بقى؟ هو 3 اصدارات. الاصدار الاول منه عباره عن مستخلص قهوه خضراء بتقنيه اسمها النانو تكنولوجي. بتعمل ايه؟ بصي عاده الاعشاب مش احسن حاجه يعني، مش ما بتعملش اثر، او تمام. اثرها بيكون بطيء للغايه. بالزبط. اي اعشاب بيكون اثرها بطيء للغايه. بالزبط. طيب عشان نجيب مفعول بسرعه او السايد افكت بتاعنا اعلى، فبنجيب حاجه اسمها مستخلص العشب. مستخلص دوت يعني بتجيبي فوائد كل العشب وتعصريها وتحطيها في حاجه. هو ده المستخلص. تمام. بتقنيه تكنولوجيه جديده. النانو تكنولوجي والبيتو تكنولوجيا، يعني بصي هي عده تكنولوجيا من بره، ولكن هي تم دخولها لينا يعني. تمام. واصبحت ان احنا بنعمل بيها. ما بتاثرش دي على الماده؟ بالعكس بالعكس بالعكس. الحاجات دي انا عايزه اقول لك ان هي متقدمه جدا وبتفيد. وعلى فكره
اصبحت تكنولوجيا نانو في كل حاجه في حياتنا، مش بس في المنتجات الصحيه او فيما تخص، لا ده كمان في حاجات تخص الحياه العامه. تمام. يعني ده بالنسبه لنانو تكنولوجيا على 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 حاجه على حاجه مصغره. تمام. فهو عباره عن مستخلص القهوه الخضراء بتقنيه اسمها النانو تكنولوجي، مستخلص اوراق الشاي الاخضر، في اتنين جينسنج، احنا معانا دقيقتين الكوري يعني الجينسنج السيبيري كروميوم كالسيوم ومحلب سكر السكرالوز اللي هو يعتبر من اصح وانقى انواع السكر. طيب هو منتج فيه تركيز عالي جدا من مضادات الاكسده، فبالتالي بيحمي امراض القلب، بيحافظ على الجسم من الشيخوخه والتجاعيد، كمان مناسب لمرضى السكر والضغط جدا، ما فيهوش اي سايد افكت، مناسب للاطفال فوق سن 15 سنه. تمام. بيحسن المزاج، بيحسن المود، بيرفع الطاقه الذهنيه، بيرفع الطاقه البدنيه، بينشط وظائف المخ. هنقدر نقول ان اللوشي والجرين بن الاثنين كمان بيساعدوا، مكونات طبيعيين يعني ما فيهمش اي كيميكال، اي حاجه خالص كيميكال، ما فيهوش اي حاجه كيميائي، كله طبيعي، كله طبيعي، ولا اطفال ولا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه، كله طبيعي. مهم جدا ان احنا نشتغل على صحتنا بصفه عامه، ننظم اكلنا. الاصدار الثاني منه عباره عن زودنا فيه الكسترا كوفي اكتر والمورينجا، والاصدار الثالث نفس الاصدار الاول والثاني، بس شلنا الجينسنج الاحمر والكوري، حطينا المورينجا، وبعد كده شلنا اللاكتوز في اخر اصدار. طيب. حطينا بقى فري لاكتوز يعني مفهوش، لان بعض الناس ما بتحبش طعم اللاكتوز في طبعا وقت الحلقه وقت جري مع حضرتك بسرعه اكيد هيبقى في استكمالا للحلقه. اكيد كنا سعداء بيكي جدا يا استاذه مروه، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقه جديده معانا، وكنت سعيده جدا ان انا تقديم مشترك معاكي يا هدى، وان شاء الله نشوفكم على خير في حكاوينا بالمصري الثلاث الجايه باذن الله الساعه 10.